شكرا لكم مشاهدينا، صحة فطوركم وصحة رمضانكم. مرحبا بكم في حصتكم، حصة بقالة رامي. اليوم رانا جينا لمدينة جديدة اللي هي مدينة قرصو. كما راكم تشوفوا الشاطئ راهو مورانا، وهنا كاين واحد الغابة راهم قاعدين فيها العائلات، الدراري راهم يلعبوا، الناس راهم فرحانين، الأمان راهو بارتو الحمد لله. جينا نشوفوهم، نعطوهم ألغاز ونعطوهم الهدايا سيربريز تاع رامي. تبعوني شوفوا شنو هما الألغاز، سيرتو 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 نشوفوا الجو كيفاش ولا، كيفاش ولاو الناس يسهروا، كيفاش الناس كاملة مفرحانين، والأمان اللي راهو بارتو الحمد لله. تبعوني. راكم على الو، نقول لكم بقاله ومن بعد نقول لكم اللغز. لا جاوبتوا الجواب صحيح تربحوا معنا كادو سيربريز من عند رامي. ما كاش مشكل. خيري خيري بقاله. واسمها؟ ريم. ريم. قلتها وحيد قاعده عندي ما حبتش. عطيها لي ماما. تعرفي تقراي ريم؟ واش تعرفي تقراي؟ كلش. هاي يضحك عليها اخوها. بسم الله الو البقاله تقول. تاقة التاقة والقلوب عشاقة، نطلب من ربي إن شاء الله العيون تتلاقى إن شاء الله. صالحة ودير هكا. ألوغ هذه البقالة اللغز يقول بقرتنا ذبحناها في الكف العالي، اللحم طيشناه والدم بعناه غالي. عاوديها لما بقرتنا؟ بقرتنا ذبحناها في الكاف العالي، اللحم طيشناه والدم بعناه غالي. كذبت عليك زعما هذي حاجة شيء حاجة حاجة. أعطي كريبك عاوني شوية، أعطي كريبك عمرنا يقول لي ما تعاونيش. معليش باش ما تروحوش يديكم فارغين. الوغ رامي يمد لكم مجموعه من منتوجات رامي. دلو وراه هذاك ساشي ان شاء الله تشربوهم ان شاء الله ان شاء الله. صحه يسلمك يسلمك صحه عيدكم. مرحبا بكم في عمرك. يسلمك هلا. الوغ اللغز يقول بقرتنا ذبحناها في الكاف العالي، اللحم طيشناه والدم بعناه غالي. لين حاس لي خممها كعبالي بلي تلقاها. عندك ابل تخيني دي ولا كي تخمي؟ نخمم تخيني دي. معليش باش ما تروحش. باش ما تروحوش يديكم فارغين، الوغ رامي حيمد لكم مجموعة من منتوجات رامي، شربوهم إن شاء الله بصحتكم، صحة، وإن شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير وصحة عيدكم. الله يسلمك. ما عليك الخير إن شاء الله تفضلوا. الوغ اللغز يقول بقرتنا ذبحناها في الكاف العالي، اللحم طيشناه والدم بعناه غالي. هذه الحاجة برا خرجة لا لا صنع غينا فوق مع البقرة والدم. علاش يقولوا الدم غالي؟ هذه حاجة سائلة، حاجة سائلة يبيعوها غالية ناكلوها هكذا. ويدناها ويدناك في الليل ولا في الشجر ولا في حاجة أنا شوية مهم حاجة تبع غالية. حاجة غالية ماشي العسل الحر. داكور ما كاينش حاجة يا العسل الحر ماشي في خرجة في القرآن هكذا نو. ايوه هاتو ما كاش واحد هكذا يعرف شويه. هذه ما قلنا ما سمعتي اللغز. ما عنديش اللغز. الوغ اللغز يقول بقرتنا ذبحناها في الكاف العالي، اللحم طيشناه والدم بعناه غالي. الوغ هذه سي سيغمون حاجه اللي تنوض في حاجه طاحت. ماشي ها شوفي كاين قلت لي العسل لا لا مالا بالك يا زيت زيتونه. حط بالك زيت زيتونه مبروك عليك. زيت زيتونه؟ زيت زيتونه. صافا راني بديت نرهد. هاكا ربحتي معنا كادو من عند رامي، كادو سيربريز. اها. نروحوا للزوم باش نشوفوا شنو هو الكادو تاعك، مبروك عليك.
مبروك عليك مدام. سي جونتي كنت الله يعيشك. يتفضل ممثل شركة رامي. مدام مبروك عليك. يعيشك. هذا روبو. روبو هذا أشواغ. بصحتك يعيشك. صحة عيدكم ان شاء الله. كل عام وانتم بخير ان شاء الله ومعرفة خير ان شاء الله. ان شاء الله يعيشك. سنة وبرك نقول لهم قائل آخر. مشاهدينا هذه كانت أول فائزة في حصة اليوم. تبعوني باش نشوفوا. خرجت يوم الجمعة وفي يدي شمعة قاصدة الوالي نطق لي ملاك المسما قال لي روحي يا بنتي حاجتك مقضية بربي والنبي العربي. هلا غدوه استعنا يقول جست على دوار الأجب يأكلوا الفضة ويرموا ذهب في الليل ولا في النهار في رمضان مع المغرب مع المغرب. المهم صحة عيدكم. الله يعيشك. كل عام وانتم بخير. مرحبا بكم عندنا هنا في قرصو. الله يسلمك. هذا ما كان. تما انت اليوم خرجت الدراري سيغمو في الدرام يديروا القطو. بداو القطو ولا القطو مازال رانا مع الكسوه برك والقطو مازال السمانه الماجيه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله نكملوه بصحه ولهنا ونعيدوا نقول لك ان شاء الله برك. نقول لك حاجه ان شاء الله كما يقولوا نعيشوا بسلام كما يقولوا الربيع هذا والخريف والشتاء والصيف ان شاء الله يروحوا لاسرائيل ان شاء الله يخطونا كاع برك. هذا ما كان ان شاء الله طول الحياه طول الحياه هذا والله. هما يقولوا الربيع حنا نقولوا الخريف والشتاء والصيف وان شاء الله يروحوا لاسرائيل ويخطونا حنا يخطوا كاع العرب. هذا ما كان واش نقول لك ان شاء الله هذا ما كان. اه راك على الربيع العربي. الربيع العربي والله حنا نقولوا الشتاء والصيف والعربي هذا يروح لاسرائيل ويخطينا حنايا ان شاء الله نعيشوا في الاخر في السلام. ان شاء الله نعيشوا في امان ان شاء الله. رامي ما يخليكش تروح يديك فارغين. يعطيك مجموعه منتوجات رامي. كاين منتوجات جديده وكاين منتوجات. يعطيكم الصحه نتوما والعقوبه للعام الماجي ان شاء الله. يعطيكم الصحه ومرحبا عندنا ان شاء الله. ربي يعيشك. لما قدتش نتسحروا روحي عندي الرغايه. ربي يطول عمرك. كيما راك ما يدعم. صحه عيدك خويا. الله يسلمك نتوما زاده صحه. الوغ اللغز يقول جست على دوار الأجب ياكلوا الفضه ويرموا الذهب. جست على دوار الأجب ياكلوا الفضه ويرموا الذهب. يرموا الذهب. يرموا الذهب. بتيخ مبروك عليكم. هاكو ربحتو معنا كادو سيربريز. هي اللي ربحت هاي صفقات. هاكو ربحتو معنا كادو سيربريز من عند رامي. دوك نروحو برك ليها الزوم باش نشوفو شنو هو. بصحتكم وصحة عيدكم ويعطيكم الصحة. مبروك عليكم. يعطيك الصحة. الله يعيشكم. مبروك عليك. الله يسلمك. تفضل ممثل شركة رامي. ميرسي. الوغ هذا وشنو؟ هذا شوايا عيلك. تفضلي معي ثقيله. مبروك عليكم ان شاء الله. صحه عيدكم. الله يسلمك عايشه. وصحه عيد كامل فاميلتكم ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير ان شاء الله. يعيشك. الله يعيشك. سنه وبرك. مشاهدينا هذه كانت اخر فائزه في حصه اليوم. تقدروا تعاودوا تشوفوا هذه الحصه في صفحتنا تاع الفيسبوك بقاله رامي ولا على اليوتيوب بقاله رامي. مازلنا هنا مازلنا ندورو في الجي وضواحيها. بالك نجوا عندكم. روحوا وين راكم تروحوا تسهروا نتوما ولادكم وين راكم تروحوا تشربوا الحوايج. بالك نكونوا معاكم باش نمدوا لكم هدايا. بقوا على خير.